فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدي في بلدتي قبوريون، فهل يلزمني أن أصرح لهم بأنهم كفار أم لي؟ نعم. يقول في بلدتي قبوريون، فهل يلزمني أن أصرح لهم بأنهم كفار أم لي أن أوري عن هذا في سبيل أن أدعوهم؟ نعم، بين لهم، بين لهم بحكمة ولين لعلهم يقبلون. لا تقول لهم أنتم كفار وأنتم مشركون، ينفرون منك، لكن قل لهم القرآن قال الله كذا والرسول قال كذا، وبين لهم. نعم، بلطف وحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك، لأنه قد يكون الإنسان فاهم من الموضوع وقائمة عليه الحجة، لكن يكابر بعضهم، إذا أغضبته يكابر، فلا تأتيه بالعنف. نعم.